ليه دلوقتي بتقول ان الانتماءات ما بقتش زي الاول؟ الماديات دلوقتي يا كابتن اسلام بقت شغل الشاغل عند الناس. يعني دلوقتي هتديني كام الاول؟ النادي عن النادي هتديني كام الاول؟ ما بقاش حد زي زمان يقول لك انا بحب النادي ده وبعد كده اتعب واشقى وبعد كده اخد اللي انا عايزه. يا كابتن اسلام انا فاكر لما كنتوا انتوا موجودين كلكم، كابتن ابو تريكه وحضرتك وكابتن بركات، كان كل هدفكم، انا كنت صغير ساعتها وقاعد معاكم في الاجتماعات، كان كل هدفكم احنا ناخد بطولات وبعد كده ندور على الفلوس. فلوس هتيجي والله العظيم يا كابتن. انا حضرت موقف واحنا صغيرين في الكاس، كابتن وائل جمعه وكابتن ابو تريكه وكابتن نادي خشبه ونزل ما عايزين ناخد الكاس عشان نشرح الناس وبعد كده نبدا نتكلم في المكافاه. ما حدش بيتكلم في المكافاه غير بعد ما بتكسبوا البطوله يعني. أيوه. دلوقتي الناس بالعكس، هتاخد كام وبعد كده هلعب فين والجو ده. فبس يعني. ولكن برضو مع التطور ما تفكرش ان انا طبعا معاك في كل الكلام اللي انت بتقوله، ولكن ما بتفكرش ان احنا يعني برضو ما الامور اتغيرت والدنيا اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، ولكن يظل انتباه عمر الحلواني للنادي الاهلي. كابتن شفت النادي الاهلي كبير. انا اصلا لو يعني اي حد بيلعب في النادي الاهلي ده لوحده فلوس. يعني انا شايف كده، ده لوحده فلوس، ده لوحده شهره. يعني الكلمه دي حقيقيه يا عمرو؟ والله العظيم حقيقية. انا مش معايا لعيب. لا مش قصدي منك، لكن انت اصلا الكلمه دي سمعتها من لاعبين كثر يعني طبعا. وفي لعيبه ثانيه ما خدتش بالكلمه دي. لا 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 حقيقه والله العظيم. النادي الاهلي كبير قوي. ايه الفرق يعني؟ طيب تيشيرت النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن. يعني ما تلعب في النادي الاهلي وتجيب بطولات، لا انت في حته ثانيه. انت بتلعب في احسن نادي في افريقيا، بتلعب في بلد كل معظم الناس كلها اهلاويه بنسبه 80 90% اهلاويين، فانت بتحس ان انت ماشي في البلد. لا انت كبير، انت حاجه كبيره قوي في البلد. انت لعيب كبير، ما بالك بقى لما بتلعب في النادي ده جوه وكيان، يعني انت مسؤول عن كيان جوه النادي. دي حاجه كبيره قوي يا كابتن. يعني انا وانا صغير كنت حضرتها في الناشئين او اما رحت المنتخبات، حتى في المنتخبات لما بتروح وانت بتلعب في النادي الاهلي، لا انت ليك كيان. الناس بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص. الناس في الشارع بتتعامل معاك معامله ثانيه خالص يعني. وانا صغير وانا في المدرسه ولا في الكليه كان يجي يقول لك عمرو حاني لاعب النادي الاهلي. ما يعني فاهم، ده لاعب النادي الاهلي، ده بيلعب في النادي الاهلي. فهتلاقي المعامله اتغيرت تماما من واحد عادي، غير انت بتلعب في النادي الاهلي، غير اي نادي تاني. فاهم قصدي؟ فالنادي الاهلي انا شايف اللي هو يعني كبير قوي قوي قوي. بوابات اصلا، ده دخلت بوابه النادي الاهلي دي كبيره قوي. بس